يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم فقرتنا الرياضيه المعتاده كل يوم على دنيا يا دنيا. اليوم حكون مدربكم احمد عريقات، وحيكون معي كوتش لونا. كوتش هلا، يسعد صباحكم. حنقدم لكم فقره اليوم حنركز فيها على عضلات الرجلين وعضلات البطن. للي حابب يقوم يستفيد ويلعب معنا حنبلش هلا. حنبلش الميوزك طبعا على الخفيف. طبعا احنا عاملين وورم اب، عاملين احماء، جاهزين. حنبلش جمب سايد سايد. حيشدوا معنا اليوم عضلات البطن وعضلات الرجلين. حنعلي شوي الميوزك. حنبلش هاي نيز باليمين هون. طبعا اشد على عضلات بطني. حعمل جمب خفيف، اضل على رؤوس اصابعي. طبعا التمارين اللي نلعبها اليوم غير انه بتركز على عضلات البطن والرجلين، نرفع فيها الهارت ريت بشكل عالي. حنضل مكملين جمب. هلا حنعمل ستوب، برجع رجلي. طبعا زي ما حكيت لكم احنا عاملين عملية احماء وجاهزين. حنرجع نعمل جمب بمكاني، وحنعلق شوي الميوزك. طبعا ما انسى اتنفس وانا عم بتمرن، اخذ نفس عشان نقدر نوزع جهدنا خلال التمرين. هلا حنعمل الشمال هون زي ما حكيت لكم على رؤوس اصابعي. نعمل هاي ني لفوق واضل شاد على عضلات بطني. ما ننسى ناخذ نفس اخر ثلاثة، وحنرجع نعمل جمب هون. اوكي خلصنا اول تمرين. هلا حنمسك الدامبلز. المعنى دامبلز بقدر استخدم انينة مي. مكاني رجلي هون حيكونوا. عمد الدامبلز لقدام. طبعا هذا تمرين حنعمل تويستينج لعضلات البطن. هعمل جمب هون. ما انسى اتنفس، اخذ نفس. حننزل شوي شوي لتحت. هلا حنروح تويستينج، نعمل ستوب، روح تويستينج على اليمين. اضل شاد على عضلات بطني وعضلات رجلي برضو شغالين. حننزل شوي اكثر لتحت عشان عضلات رجلينا يشتغلوا اكثر. الهارت ريت بلش يرفع عنا، نبضات القلب. حنطلع فوق نعمل جمب اجين. ايدي يضلوا ممدودين. طبعا هون عضلات ايدينا الشولدر عم بيشتغلوا. حنرجع ننزل سكوات تحت، حنعمل الجهه الثانيه زي ما حكيت لكم. اضل شاد على عضلات بطني، نعمل تويستينج. خمس تكرارات. تو، ما انسى اخذ نفس. فور، اخر وحده. فايف، اريح شوي رجلي. حمد لقدام. نرجع برضه نعمل جام خفيف اجين. حننزل سكوات، حنزل كثير لتحت، افتح شوي رجلي. حنروح على اخر يمين شمال، حنسرع شوي. اسرع شوي. طبعا ما انسى اتنفس زي ما حكيت لكم. عضلات بطن هنا بلشوا يشدوا. هلا حط الدامبلز، ريح ايدي شوي. هرجع اعمل جامب. مكاني بريح ايدي.
هلا هنعمل تويستينج بدون ويت، هنعمل ستوب، ننزل لتحت، بعمل بولز لرجلي، تويستينج هون، ما انسى اضل شاد على عضلات بطني، ظهري ستريت، اتاكد من سكوات وركبي ما يطلعون اصابع رجلي. بهاي الوضعيه عم نشغل عضلات البطن، عضلات الرجلين، هنعمل ستوب، هريح رجلي، اخذ نفس، اهم شيء ناخذ ريست. هلا هنبلش ثالث تراك، هنعمل خطوتين قدام خطوتين لورا. طبعا هذا التراك بركز كثير على عضلات الرجلين. هنبلش جامب هون 2 1 2، اضل على رأس اصابعي، هلا هنسرع شوي هون، نعمل السويتش بين رجلي، هلا هنعمل ستوب على رجل واحدة، هنعمل وان ليج لورا هون. طبعا كوتش لونا هتعمل ايزي اوبشن، تقدروا تلمسوا الارض كم تصعبوها شوي، زي ما بنعمل انا الكوتش علاء، بخلي رجلي فوق. اخر ثلاث تكرارات، طب ريح رجلي، هنرجع نعمل خطوتين قدام خطوتين ورا هون، بعدين هنعمل رجل الشمال، هلا هنسرع شوي، هلا ستوب على رجل الشمال هون، طبعا عم اهلي شوي شوي نركز. هذا التمرين نستفيد منه للبالانس كمان للتوازن، زي ما حكيت لكم كوتش لونا عم تعمل ايزي اوبشن، نفس الحركه بشكل اسهل. اخر ثلاث تكرارات، ريح رجلي، هركض بمكاني، برضه حضل ارقص اصابعي. طبعا الهارت ريت بلش يرتفع عندنا وحمينا كثير، حرفع ركبي شوي لفوق اكثر، طبعا هسرع شوي، حنمشي مع البيت، هلا هنعمل ستوب، هنروح نفس التمرين بس مره يمين ومره شمال هون 1 2 3 4 5، طبعا انزل قد ما اقدر 8 9 10، حنكمل طبعا نضل مركزين، اخر تكرارين 1، اخر وحده 2، هرجع مكاني جامب هون، طبعا بطاط رجلينا هلا اكيد حميين بشكل كثير كبير، هنرجع نعمل ستوب اجين، يمين شمال عم اهلي شوي شوي بركز، زي ما حكيت انه هذا تمرين بده بالانس وتوازن. اخر اربع تكرارات 1 2 3 4، هلا حنجيب المات، حنستخدم الفرشات، حنعمل تمرين للابس،
طبعا كوتشلونه زي ما حكيت لكم حتعمل ايزي اوبشن، طبعا رجلي هون شوي شوي حنعمل كرانش ونبدل زي البايك تمرين. طبعا عمهلي شوي شوي، اهم شيء ظهري رافع عن الارض وعمهلي. هلا هنسرع شوي هون، اسرع شوي زي كاني عم ببدل على البسكليت. ممتاز كوتشات. هلا عمهلي شوي شوي هون، رجلي تلتين جنب بعض four five six seven eight nine اخر واحدة وهنريح ten. اريح شوي رجلي، طبعا يصير جهد عالي على الرجلين هنا، اريح شوي رجلي. هنرجع again هنا نعمل switching bike. عمهلي شوي شوي، بعديها برضو هنسرع. هلا حنسرع شوي طبعا عضلات بطننا هلا اكيد حميه بشكل عالي. هلا مكاني حمد رجلي هون مع اهلي، اسرع شوي 4 5 6 7 8 ناين هنريح 10. هنريح شوي رجلي، هنرجع لورا. حمد رجلي تلتين على الارض، حرفع الرجل الشمال لفوق، هطلع مقابلها حتكون ايد اليمين بالعكس. هنكمل 5 6 7 8 2 more 9. هنعمل سويتشينج الشمال ايدي ورجلي اليمين، هنعمل 10 تكرارات 4 5 6 7 8 9 10. هلا حاتني ركبي لفوق، هطلع سريع هنا كرونش مكاني. هنعمل 25 تكرار هنعمل 7 6 5 4 3 2 1. هطلع فوق. هلا هنعمل ستريتشينج عضلات البطن، بنام على بطني، ايدي طبعا تحت الشست تحت صدري، بطلع لفوق عم اهلي شوي شوي. نعمل اطاله لعضلات البطن، هننزل كمان مره. هلا هرجع انام على ظهري، هنعمل 3 كرونش، هنعمل 3 هيب ريز لعضلات الرجلين الخلفيه. هنبلش هون 1 2 3. هلا هطلع من 1 2 3 again، هنعيدها 1 2 3 كمان مره هيب ريز 1 2. طبعا هاي عضلات الهيبس وعضلات الرجلين الخلفيه 2 3 again هنا 1 2 3 كمان مرتين 1 2 3 من تحت 1 2. آخر مرة 1 2 3 من تحت 1 2 3. طبعا هنطلع فوق ناخذ ريست، هريح رجلي شوي. هنعمل آخر تمرين لليوم، هيكون حنام على ظهري رجلي طبعا متنيين، هنعمل لور ابس لفوق ورجلي متنيين هون 2 3. ما ننسى نعمل كيك لفوق، ارفع ظهري عن الارض لور باك 5 6 7
7 8 9 كمان مرة 10 حريح فوق، هنعمل كمان جولة وريح رجلي طبعا وريح الأبس شوي، برجع كمان مرة لورا، هنعمل 15 تكرار مع بعض 1 2 3 4 5 6 8. طبعا هذا التمرين مشغلنا كل عضلات المعدة، آخر 5 1 2 3 4 5. طبعا هيك هلا هرجع انام على بطني، هنعمل ستريتشنج عضلات البطن، ايدي زي ما حكيت تحت صدري بطلع لفوق، طبعا اخلي جسمي على الارض هيك بكون، نعمل اطاله لعضلات البطن، هننزل لتحت هنعملها كمان مرة 1 هنعمل ستريتشنج لعضلات الرجلين، هفتح رجلي هنروح على اليمين، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من تمارين لليوم، ركزنا فيها شوي على عضلات الرجلين، هنروح شمال عضلات البطن، وعملنا شوية كارديو خفيف، رفعنا الهارت ريت، حطها فوق، ناخذ نفس مرة واحدة، بهيك بكون خلصنا فقرتنا الرياضية لليوم، استنونا الثلاثة الجاية فقرة رياضية جديدة وبيوم رياضي جديد، يسعد صباحكم.